حكم سب الدين ينظر هل سبه جاهلا أم حكم سب الدين في الجملة كفر، كفر بلا شك، لكن تنزيل الحكم على الأشخاص، تنزيل الحكم على الشخص حتى نقيم هل قال ذلك جاهلا، هل قاله يعني لا بد من النظر إلى حاله، هل قاله غضبانا غضبا أفقده وعيه، هل قالها كشتمة سرت في بلده ولا يدري معناها، فلا بد من النظر إلى حالته. أما كتقييد فسب الدين كفر والعياذ بالله.